السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. قبل لا نبدا، خلوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل خبر جديد اول باول. خبرنا اليوم بخصوص الدوام وموعد الدوام بالنسبة لطلاب الجامعات وكذلك طلاب المدارس. طبعا اول خبر هو بالوثيقة الرسمية اللي صدرت اليوم، وزارة التعليم قررت تأجيل انطلاق العام الدراسي للجامعات بسبب امتحانات السادس الاعدادي، وراح يكون التأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الاثنين 16/9. يعني الموعد اللي نطوه سابقا وهو يوم 10/9 بالنسبة للجامعات تأجل، لأن راح يتعارض ويا امتحانات السادس الإعدادي، فلذلك أجلوه وراح ينطلق العام الدراسي يوم 16/9 إن شاء الله. يعني تأجل 5 أيام أو 6 أيام. هذا الخبر يشمل فقط طلاب الجامعات والمعاهد والكليات من المرحلة الثانية فما فوق، يعني المرحلة الأولى ما مشمولين، لأن تعرفون عندهم تقديم ومباشرة، ويعني سالفتهم تتأخر، يعني احتمال بالدعش أو باثناش، فهذا يشمل فقط طلاب المرحلة الثانية فما فوق وما يشمل طلاب المدارس. وكذلك بخصوص طلاب المدارس، فالمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، الوزارة لم تحدد حتى الآن أي موعد لمباشرة الهيئات التربوية أو بدء العام الدراسي 2024-2025. هناك اجتماعات تعقد لهذا الغرض، ومن المؤمل أن يتم إعلان المواعيد قريبا بعد تحديدها والموافقة عليها بشكل نهائي. طبعا لحد الآن ماكو أي موعد رسمي لموعد دوام طلاب المدارس، لكن خلال الأيام القليلة، يعني خلال هاي الأيام إن شاء الله راح يعقدون اجتماع ويناقشون بموعد الدوام بالنسبة لطلاب المدارس وكذلك الهيئات التدريسية شو وقت راح يكون. فيعني خلال الأيام القادمة إن شاء الله راح يعلنون لكم موعد الدوام شو وقت راح يكون، وموعد المباشرة بالنسبة لطلاب المدارس كل المراحل. هذه كل ما بأخبار اليوم، نتمنى التوفيق إن شاء الله والنجاح للجميع.